إن مصر تقطع خطوات غير مسبوقة في طريق الإصلاح والبناء، تعيد بناء مؤسساتها وبنيتها التحتية، وتقاوم الإرهاب، وستنتصر عليه بإذن الله، لأن شعبها أثبت على مدار التاريخ أنه لا يعرف المستحيل، وأنه رغم كل التحديات والظروف قادر على بناء مستقبله. كانت البداية الحقيقية بمشروع قناة السويس الجديدة الذي كان ضرورة حتمية لرفع القدرة التصريفية لقناة السويس، وللحفاظ على مكانة وأهمية ذلك المجرى الملاحي الحيوي لحركة التجارة العالمية، وزيادة القدرة الاستيعابية لمرور السفن في القناة، وتعظيم الاستفادة من حركة الملاحة في القناة الجديدة. تم حفر القناة في أقل من عام ليحقق المصريون معجزة بكل المقاييس، إذ أجمع الخبراء على أن هذا المشروع العملاق لا يمكن إنجازه على أحسن تقدير في أقل من 3 أعوام. لو هذا المشروع اتعمل في ألمانيا أو في بلد أوروبية أكيد هياخد 2 3 يمكن 5 سنين، لأنه هنا المشاريع مش ممكن تنفيذها بالسرعة اللي اتعملت في مصر، لأن في مصر كان في إمكانيات مش موجودة في أوروبا، إن يبقى في ورديات تشتغل 24 ساعة في اليوم. تاني حاجة كانت تخطيط عظيم جدا، كانت الماكينات المستعملة عظيمة جدا، وكان الشغل مراقب باستمرار. اعتبر انه مشروع قناة السويس مشروع ناجح جدا، مش بس لمصر بس للهندسة، في اي بلد في العالم. وتحققت اهم اهداف حفر القناة الجديدة، وهو استعادة المصريون لثقتهم في انفسهم وقدرتهم على الانجاز. قناة السويس اتبنت بايدين عمال مصرية، مهندسين مصريين، وكمان بتمويل مصري. وما تنسوش ان برضو اتعمل في جو من ناحية الطبيعة، درجة الحرارة كانت بتوصل 40 و50 درجة. مشروع من الناحية الفنية صعب، وكل واحد عارف كده ان ده يتم في سنة كانت مش معجزة، لكن بتوضح ان مصر فعلا تقدر. وكان حفر القناة الجديدة بمثابة البداية لانشاء امتداد تنموي اقتصادي وجغرافي وعمراني لمدن القناة الثلاث. فانطلق المشروع العملاق لتنمية محور قناة السويس وتنمية سيناء على مساحة 460 كيلومتر مربع. لما يكون عندك نشاط زي ده، أول حاجة هتخلق فرص عمل، وهتخلق فرص للتنمية، وهتبتدي تبقى مركز جذب الناس تيجي من بقية الجمهورية، تيجي تتوطن وتعيش في المنطقة اللي حوالين محور قناة السويس. ويتضمن مشروع تنمية محور قناة السويس إنشاء أكبر منطقة اقتصادية عالمية، والتي تتضمن توفير بنية تحتية من الدرجة الأولى، وسهولة الوصول إلى الأسواق، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وزيادة القدرة التنافسية لقناة السويس في محيطها الإقليمي والعالمي، وزيادة الاستثمار والعمالة، وكذلك المضي في بناء 5000 مصنع توفر أكثر من 500,000 فرصة عمل جديدة، مما يترتب عليه زيادة حجم الصادرات، بالإضافة إلى البدء في إنشاء عدد من الموانئ والمطارات الجديدة. كما بدأ العمل في تطوير وتوسعة ميناء بورسعيد لزيادة قدرته الاستيعابية. وبالرغم من أهمية وضخامة كل تلك المشروعات، إلا أن الأنفاق التي يجري حفرها تحت قناة السويس ستكون مشروعات ذات طابع خاص، وهي عبارة عن 6 أنفاق عملاقة تربط مدن الإسماعيلية وبورسعيد بسيناء برياً بعد عبورها لقناتي السويس القديمة والجديدة، مما يسهل عملية تنمية سيناء. والأنفاق طبعاً في المنطقة دي هتحيي المنطقة بتاعت قناة السويس، سواء لو في منطقة لوجيستيك، منطقة مصانع، مناطق عمرانية. وبرضو أعتقد برضو كان القرار موفق إن هم اختاروا أكبر شركة موجودة عالميا وهي في ألمانيا، هي شركة هيرنكليشت. Wir haben da jetzt etliche Ingenieure gehabt von Ägypten, die gerade auch Kurse mitgemacht haben. Wir haben einige gesehen hier
bei den ganzen Maschinen. Während dem Aufbau haben wir die Ingenieure trainiert, sehr motiviert, muss ich sagen, ihre Ingenieure dann sehr begeistert. Sie bekommen die neueste Technologie und ich bin überzeugt, dass sie, sagen wir mal, dort sich weiterentwickeln und auch challenging Jobs annehmen. شغل في قناة السويس وشغال مع مشاريع تانية كتير في سيناء، وكل ده هدف تنمية سيناء. وحقيقة لما الواحد اشتغل مع الناس الألمان، مع الألمان المصنعين المكن، اشتغل معاهم عارف إن يعني إحنا مش بعيد قوي، يعني إحنا نقدر نقرب، نقدر نعمل أكتر من كده، نقدر نجتهد، نقدر نعمل حاجات كتير في أرضنا. دول أكبر أنفاق موجودين دلوقتي في العالم في الحجم ده في الوقت ده. اللي بيبقى موجود ان هو يتحفر بالمكنه 13 متر، قطر المكنه تحت مسطح الميه بحوالي 40 ل 47 متر. ينقسم المشروع لثلاثه انفاق يتم تنفيذها شمال مدينه الاسماعيليه، وثلاثه اخرى يتم تنفيذها جنوب مدينه بورسعيد، باجمالي اربعه انفاق للسيارات ونفقين للسكك الحديديه، يبلغ طول النفق الواحد منها 5820 مترا. الأنفاق ديت مهمة جدا، لأن احنا أهم حاجة في مشروع زي كده إن يبقى عندك خطوط مواصلات بدون أي انقطاع، والأنفاق ديت بتديلك فرصة إن أنت تنقل كمية كبيرة من الكونتينر في وقت قصير. ولخدمة المشروع وضمان سرعة سير العمل به، تم إنشاء مصنع للحلقات الخرسانية بجوار المشروع على مساحة 14500 متر مربع، والذي تقدر طاقته الإنتاجية القصوى ب 15 حلقة خرسانية في اليوم. ولتتحقق التنمية الشاملة في سيناء، كانت سحارة سرابيوم، وهي أضخم مشروع مائي أسفل قناة السويس الجديدة، والتي تنقل مياه النيل العذبة إلى منطقة السويس والبحيرات والإسماعيلية الجديدة، وتهدف إلى زراعة حوالي 400 ألف فدان بسيناء، وخلق مجتمعات عمرانية وزراعية تنموية متكاملة. السحارة مقسمة إلى أربع بيارات ضخمة لاستقبال ودفع المياه، حيث يبلغ عمق البيارة الواحدة 60 مترا، ويعد محور تنمية قناة السويس وتنمية سيناء، وإنشاء مدن جديدة ومنها مدينة الإسماعيلية الجديدة ومدينة الجلالة البحرية ومدينة شرق بورسعيد ومدينة السويس الجديدة، بالإضافة إلى المشروعات الصناعية والتنمية الزراعية والسياحية والمزارع السمكية، ليكونوا نواة لبناء مجتمعات عمرانية جديدة. ولأننا ومنذ عامين في سباق دائم مع الزمن، انطلقنا شمالا وجنوبا شرقا وغربا بهدف إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة في كل نواحي مصر. احنا مش بس الموضوع زراعة واستصلاح اراضي، لا، الموضوع موضوع انشاء مجتمعات جديدة، وهو ده المهم، هي دي كلمة السر. فكان مشروع المليون ونصف فدان، وهو المرحلة الاولى من المشروع العملاق لاستصلاح 4 ملايين فدان، منهم 193 الف فدان بمحافظة اسوان، و100 الف فدان بمحافظة الاسماعيلية، و100 الف فدان بمحافظة مطروح، و370 الف فدان بمحافظة المنيا، و43500 فدان بمحافظة قنا، ومثلهم بغرب المرشدة، و20000 فدان بجنوب سيناء، بالإضافة إلى 280 ألف فدان بالوادي الجديد. كل ذلك بهدف إنشاء ريف مصري جديد، وزيادة الرقعة الزراعية إلى 9.5 مليون فدان، وزراعة المحاصيل الاقتصادية التي تدر عائدا ماليا كبيرا وتساهم في سد الفجوة الغذائية التي تعاني منها البلاد، وزيادة صادرات مصر من المحاصيل الزراعية إلى 10 ملايين طن سنويا، وخلق فرص عمل للشباب، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح بنسبة 80%. لأول مرة يورد لمصر للدولة حوالي 5 مليون طن قمح، وده نص احتياجات مصر بالكامل. يعني انا بتصور ان في خلال سنتين او ثلاثة بالكتير ان احنا ممكن نكتفي داخليا بانتاجنا من القمح. نقطة الانطلاق كانت من الفرفرة، وتحديدا من سهل بركة في ديسمبر 2015، وهو المشروع الذي تم وبدأ باستصلاح وتنمية 10 آلاف فدان،
وحفر 40 بئرا جوفيا في المنطقة في وقت قياسي، وبناء 3 قرى زراعية وخدمية، و2000 بيت ريفي مساحته 100 متر، وعدد من المنشآت الخدمية التي تخدم المزارع، ومحطة طاقة شمسية بقدرة 4 ميجاوات على مساحة 16,000 فدان، وشق شبكة طرق تنموية لربط المنطقة بالمحافظات والموانئ. ولتحقيق الاستفادة القصوى من المشروع، كان لنا أن نسعى بكل جهد للحفاظ على المحاصيل وخاصة الاستراتيجية منها. ومن هنا كان إطلاق المشروع القومي للصوامع، وتم إنشاء 17 صومعة جديدة من أصل 25 صومعة في عدة محافظات و105 شونة حديثة، وذلك لتوفير قدرة تخزينية عالية تصل إلى 9 ملايين طن، والقضاء على نسبة الفاقد والتي وصلت إلى 25% بمحصول القمح. طبعا فيه نية لأن تكون المنطقة بتاع دي تكون منطقة فيها منطقة صناعية، بحيث أنها يكون لها علاقة بعملية عمليات تخزين واستخدام الحبوب والحبوب الزيتية. صومعة القنطرة شرق هي إحدى الصوامع 17 التي تم إنشاؤها، وتتكون من 12 خلية بإجمالية سعة تخزينية تصل إلى 60,000 طن. ولأننا نتحرك بسرعة كبيرة في مختلف المحاور في وقت واحد، فكان لابد من تطوير شبكة الطرق والكباري، والتي كانت تعاني إهمالاً شديداً على مدار سنوات طويلة، وكان تطويرها ضرورة ملحة، فهي ليست رفاهية إنما هي الركيزة الأساسية لكل المشروعات القومية الأخرى، وضرورة قصوى كونها أحد العوامل المساعدة لدعم الاستثمار والاقتصاد المصري. وبالرغم من صعوبة التحدي، إلا أن مصر وبأيدي أبنائها نجحت خلال 1.5 عام فقط، وهو زمن قياسي من تحقيق طفرة هائلة في شبكة الطرق، بإنشاء وتطوير أكثر من 5,000 كيلومتر على مستوى الجمهورية، وأكثر من 130 كوبري. اتعملت شبكة من الطرق رهيبة جدا، يمكن ما بيتمش الإعلان عنها كتير، بس لما تقرأ وتشوف عدد الكيلومترات أو الآلاف الكيلومترات اللي اتعملت ليها شبكة طرق في الفترة اللي فاتت، ده رقم مهول جدا. فأول مشروع ده هيخلق كيانات ومدن ويفتح فرص ما كانتش موجودة على الخريطة على الإطلاق. ده غير إنه هو أنت بتعمله هو بيولد قوة في الاقتصاد، وبيخلي شركات المقاولات تشتغل، وبيشغل كل العاملين في المجال ده. معروف جدا إن كل مشاريع الإنشاء والطرق بتؤثر في الاقتصاد بصورة مباشرة وسريعة. الطرق الموجودة عندنا في ألمانيا أنا ما شايفش إنه في فرق كبير، فرق كتير ولا أي حاجة، بل بالعكس الطرق متنفذة من أحسن ما يمكن الطرق الجديدة اللي اتعملت في مصر. رجعنا عن طريق الساحل الجديد، بصراحة أنا انبهرت صراحة، كان الطريق سواء في الذهاب أو في العودة لقيته يضاهي مستويات الأوتوبان أو الطرق الموجودة عندنا في ألمانيا، وده يؤشر إن في عمل واضح وشغل دؤوب. بداية جيدة، وأعتقد الزمن برضه يعتبر زمن قياسي، وده يدل إن في رغبة صادقة، فضل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه في إنهاء هذه المشاريع العملاقة. موضوع الطرق ده كان لازم يشتغل ويتعامل على هذا المستوى من 20 سنة، مش دلوقتي، حتى تساعد مشاريع التنمية، هتساعد السياحة، هتساعد على تنمية مجتمعات سكانية وصناعية جديدة. وما فيش شك إن مصر كانت محتاجة لشبكة طرق على أعلى مستوى. وأنا أقدر أقول لك إن مصر اسكندرية تقريبا يساوي 401، اللي هو الطريق الرئيسي ما بين وينسور في جنوب كندا اللي هي الحدود مع أمريكا، ومونتريال اللي هي العاصمة الثقافية بتاعت كندا. وهذه لم تكن النهاية، إنما البداية فقط، فالدولة تستهدف الانتهاء من 2,000 كيلومتر جديدة و20 كوبري قبل نهاية هذا العام.
وانطلاقا من الرغبة الملحة في حل جميع المشكلات التي تواجه المواطن المصري في أسرع وقت، كان البدء الفوري في تطوير شبكة الكهرباء، وهو المشروع العملاق والأهم نظرا لأنه يمس حياة كل مواطن ومستثمر بشكل مباشر. ونجحت مصر في إنهاء معاناة 7 أعوام من انقطاعات الكهرباء وعجزها عن تلبية احتياجات المصريين منها، حيث بدأ العمل على 4 محاور رئيسية مكنتها من الوصول لأعلى إنتاج من الكهرباء خلال تلك السنوات. المحور الأول الذي تحركت فيه الدولة كان خطة عاجلة لإضافة قدرات جديدة للشبكة القومية للكهرباء تقدر ب 3632 ميجاوات. المحطات الصغيرة تحطها جنب أماكن الاستهلاك تبقى توفر جزء كبير جدا من الشبكة، من خطوط النقل توفر الصيانة بتاعتها، يعني الاستثمار نفسه بتوفره، توفر الصيانة، توفر الفواقد فيها كمان. والثاني كان استكمال محطات إنتاج كهرباء كان قد تم بدء العمل بها، إلا أنها لم تدخل كامل الوحدات المخطط لها بواقع 5 محطات إنتاج كهرباء. وكذلك عملت الدولة على برامج الصيانة وإضافة وحدات متنقلة ورفع كفاءة محطات الكهرباء، وأخيرا التنسيق مع وزارة البترول لتوفير احتياجات محطات الكهرباء من الوقود. إنجاز مشروعات الكهرباء ده كان حياة أو موت بالنسبة للبلد، لأن أنت بلد بتقول أنا عايز أعمل استثمار، طيب هتجيب واحد بتاع مصنع يعمل يبني مصنع أو يبني حتى مزرعة أو يعمل أي مشروع وهو مش محتاج طاقة؟ محتاج طاقة، طب لما ما عندكش طاقة هتجيب مستثمر يعمل إيه؟ كانت مسألة حياة أو موت، يعني مش مسألة إن النور بيقطع وما بيقطعش، مسألة أنت النهاردة كل الاستثمار واقف لان ما عندكش طاقه تديها. لما مصانع اسمنت كانت بتشتغل بتلت طاقتها، مصانع اسمده بتلت طاقتها، تضطر تستورد بدل ما تنتج محلي لان ما عندكش طاقه، فكان الموضوع لازم ينتهي. وفي سابقه لم تحدث في مختلف دول العالم، تمكنت مصر بالشراكه مع عده شركات محليه ودوليه، والتي ساهمت بشكل واضح في وجود فائض في القدرات مع باقي التحركات في وقت قياسي. وتعاقدت مصر مع شركة سيمنز الألمانية لإنشاء 3 محطات إنتاج الكهرباء بالعاصمة الإدارية الجديدة وبني سويف والبرولوس بإجمالي قدرات 14400 ميجاوات، والتي من المقرر دخول وحداتها للخدمة بدءا من العام الجاري حتى 2018، والتي تنفذ بالتعاون مع شركات محلية. Egypt is building up its infrastructure in electricity generation and transmission and distribution at record speeds, I must say, on a world record level, never achieved before. From project conception to negotiations, to contract signing, to financial close, to project construction, delivery and execution, Egypt is setting a new benchmark for the world in the sector of power station construction. The 3 large power plants in Borulus, Beni Suef and New Capital are under a very fast track program, each with a capacity of 4.8 gigawatt, which will make each of these power plants alone the largest power plant ever built in the world on construction. وقد تم تنفيذ عدد غير مسبوق من محطات الكهرباء في زمن قياسي وفي كل الأنحاء، شرقا وغربا، شمالا وجنوبا، في جميع محافظات الجمهورية. وتعمل مصر على إنشاء أول محطة نووية لتوليد الكهرباء بموقع الضبعة بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميجاوات، مما وضعنا على خريطة الدول الكبرى في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية. ولأن الطموح أكبر بكثير من مجرد حل المشاكل اليومية، كانت أعيننا دائما تتجه صوب المستقبل، فكان البدء في إنشاء عاصمة إدارية جديدة تليق بمصر وشعبها ومكانتها. وتهدف العاصمة الإدارية الجديدة لحل العديد من المشاكل التي تواجهها مصر، وابتكار أماكن جديدة للعمل والسكن والإدارة من خلال رؤية مستقبلية هي نتاج لأفضل التجارب العالمية في التصميم. تقع العاصمة الإدارية الجديدة في منتصف 3 طرق، وهي الدائري الإقليمي والسويس والعين السخنة،
في أبريل الماضي بدأت المعدات في العمل بالموقع لتنفيذ مرافق منطقة الحي الحكومي والحي السكني ضمن المرحلة الأولى والتي تمثل 40,000 فدان، ليوفر المشروع ما يقرب من 400,000 فرصة عمل خلال فترة العمل به. الربط بين مشروعات التنمية الكبرى كان الهدف الاستراتيجي للعاصمة الإدارية الجديدة، فالمشروع سيربط بين مشروع تنمية محور قناة السويس من حيث إنشاء مقرها الإدارية ومطار دولي جديد، وهو مطار القطامية الجاري لانتهاء من أعمال تطويره، ليجعل من المدينة مركزاً للمستقبل. إلا أن الاهتمام بالمستقبل لم يكن أبداً على حساب الحاضر ولا معاناة المواطنين الذين يعيشون في العشوائيات أو الذين يبحثون عن مساكن تليق بهم. لهذا كان قرار إنشاء 1,000,000 وحدة سكنية بمساحات توفر حياة كريمة للمصريين. المشروع يهدف لبناء 656,000 وحدة سكنية و300,000 وحدة إسكان اقتصادي ومتميز. يشارك فيه 500 شركة مقاولات، ويوفر 720,000 فرصة عمل مباشرة، وتم الانتهاء فعلياً من 125,000 وحدة سكنية، ويجري حالياً تنفيذ 258,000 وحدة أخرى. وبالطبع كان لتطوير العشوائيات نصيباً كبيراً من التنمية التي تشهدها مصر، حيث يهدف المشروع إلى إنهاء مشكلة العشوائيات في مصر، وليس فقط المناطق الخطرة ولكن أيضاً المناطق غير المخططة خلال العامين القادمين. ويعد حي الأسمرات مثالاً حياً لما يهدف له المشروع، حيث تم إنشاء 11,000 وحدة سكنية، وقد تم تدشين المرحلتين الأولى والثانية في يناير 2015، وتم الانتهاء منهما في زمن قياسي، وافتتاحهما في مايو 2016، وتم تخصيصهما لقاطين العشوائيات من مناطق الدويقة وعزبة خير الله واسطبل عنتر، كما تم تدشين المرحلة الثالثة من مشروع الأسمرات في يناير 2016، وسيتم تنفيذه خلال عام واحد، حيث تم تخصيص 80 فدانا لإقامة 124 عمارة سكنية بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية. يجب على الدولة هذا المشروع العظيم لابد أن تحصنه بشروط، بحيث أن يظل هذا العقار بالهيئة التي هي أنشئ عليها. ما تخلوش عندكم سقف للطموح، احلموا على قد ما تقدروا. ولكي تتحقق العدالة الاجتماعية كان لابد من النظر إلى القرى الأكثر فقرا والمواطنين الأكثر احتياجا، حيث تم تطوير 78 قرية على مستوى الجمهورية، وكذلك إنشاء محطات معالجة مياه الصرف الثلاثية بما يعادل 7 مليارات متر مكعب في العام، وإنشاء منظومة متكاملة للخبز. أنا كمصرية كنت بخجل من طوابير الخبز والخناقات اللي على رغيف الخبز، النهاردة اختفى ده، دي حاجة من أروع ما يمكن. كذلك تم تدشين مشروع تكافل وكرامة الذي يستهدف 1.5 مليون أسرة فقيرة، ليصل حجم الأسر المستفيدة من الدعم النقدي إلى حوالي 3 ملايين أسرة فقيرة، وزيادة عدد مراكز علاج فيروس سي لتصل إلى 52 مركزاً على مستوى الجمهورية، وخفض تكلفة العلاج من 10,500 جنيه لتصل إلى 1,500 جنيه فقط، لتتراجع نسبة الإصابة بالفيروس من 9% إلى 4%. وسيتم الانتهاء من علاج جميع الحالات المسجلة خلال شهر أغسطس من العام الجاري، ثم تبدأ حملة قومية لحث المواطنين على الكشف وبدء العلاج، وبما يستهدف القضاء على المرض نهائيا خلال عام 2018، وتم علاج 500,000 حالة. كل هذه المشروعات القومية التي تم إنجازها في أقل من عامين كان الهدف منها هو حل جزء كبير من المشاكل التي عانى منها كل مواطن مصري على مدار سنوات وعقود، ومن أجل تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية الحقيقي، وهو توفير حياة كريمة لكل مواطن على أرض مصر. إلا أنه يبقى ما هو أهم من كل ذلك، وهو بناء الإنسان المصري، وخاصة الشباب الذين هم المشروع القومي الأول.
لمصر. كانت هناك أهمية قصوى لإتاحة أماكن في جميع المحافظات دون استثناء للشباب لتفريغ طاقاتهم ولنشر الأنشطة الرياضية والثقافية والإبداعية، فكان القرار بإنشاء وتطوير 2174 مركز شباب على مستوى الجمهورية من إجمالي 4000 مركز سيتم الانتهاء من تطويرهم أوائل عام 2017. ويعد التطوير الهائل الذي شهده مركز شباب الجزيرة خير شاهد على ذلك، حيث تم تطويره بأحدث المستويات العالمية بمساحة 96 فدانا، وكذلك الاهتمام البالغ بالبراعم الصغيرة المتمثل في مشروع البطل الأولمبي لإعداد هؤلاء البراعم بطرق حديثة في سن مبكرة، وذلك على مستوى جميع الرياضات بلا استثناء وفي جميع محافظات مصر، وكذلك الاهتمام بذوي القدرات الخاصة وتوفير أحدث طرق التدريب وتأهيلهم ليكونوا أبطالاً في الألعاب البارأولمبية. واستكمال تطوير المدن الشبابية بالمحافظات المختلفة، كذلك تم تدشين بنك المعرفة المصري لبناء العقول المصرية، وهدفه الأساسي هو إتاحة محتوى ثقافي ومعرفي لكل أفراد الأسرة، وذلك بنشر مواد تعليمية بحثية عالية الجودة وأكبر مكتبة عربية رقمية على شبكة الإنترنت، مما يساعد على تطوير منظومة البحث العلمي وإتاحة المحتوى العلمي والمعرفي مجانا لكل المصريين. وتم إطلاق البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة الذي يهدف إلى تخريج قيادات شابة قادرة على الإدارة وتولي المسؤولية والمناصب القيادية وفقا لأساليب الإدارة الحديثة. البرنامج يهدف إلى تأهيل 2000 شاب وشابة سنويا كمرحلة أولى. وأخيرا وليس آخرا، وفي إطار عام الشباب تم إطلاق مبادرة قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة بإجمالي 200 مليار جنيه بفائدة 5% بهدف خلق 4 ملايين فرصة عمل جديدة للشباب. هذا بالإضافة لمدينة الأثاث بدمياط وبدء العمل في مشروع مدينة الجلود في الروبيكي. وكان التحدي الأكبر إقناع العالم بحقيقة إرادة المصريين، وكان ضروريا استعادة مصر لدورها ومكانتها الإقليمية والدولية. ومن هنا كانت جولات الرئيس عبد الفتاح السيسي شرقا وغربا ليحمل رسالة المصريين إلى العالم. لم نترك ملفا في العلاقات الخارجية يفيد مصر ويؤكد صلتها الطيبة بشعوب العالم إلا وطرقناها. مصر الجديدة منفتحة على العالم كله، الدول العربية كلها واقفين جنبنا بكل جهودهم وكل إمكانياتهم في الوقت اللي احنا كنا محتاجين جدا لهذه المساعدة. إن المتابعة للجهود السياسية المبذولة غير المسبوقة في ملف العلاقات الخارجية سيتيقن بأن الدولة المصرية العريقة استعادت تأثيرها الدولي والإقليمي بشكل كبير وسريع. إن مصر وفي خلال عامين فقط حققت إنجازاً تاريخياً على جميع المحاور، وشهدت تطوراً مذهلاً في بنيتها التحتية وفي شتى المجالات، وكل تلك اللقطات التي تعبر عن إنجاز غير مسبوق قد تم بالفعل على أرض الواقع وفي زمن قياسي، إنما هي دليل على قوة وصلابة هذا الشعب، وتعبر عن إيمانه بأنه لا بد وأن يتكاتف في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ الوطن، وأنه أصر وصمم على أن يتحدى التحدي. تحيا مصر ويحيا شعب مصر. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه.